انطلقت اليوم أولى فعاليات مشروع سينما الشعب بقصر ثقافة محافظة الإسماعيلية، والذي يهدف إلى عرض الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع. ويعرض بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. النهارده الافتتاح الرئيسي لسينما الشعب بمسرح قصر ثقافه الاسماعيليه، ده ضمن خطه معالي وزير الثقافه الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدايم بنشر سينما او ثقافه السينما الوطنيه والهادفه والتوعويه الى ربوع الشعب المصري في كافه محافظات الوطن، طبعا انطلاقا من مبدا لا مركزيه الثقافه، وانطلاقا من مبدأ آخر وهو العدالة الثقافية، الكل متساوي في النيل أو في نيل المنتج الثقافي أيا كان شكله أو قالبه الثقافي أو الفني أو الأدبي.